السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. تحية جديدة وألف تحية لجميع متابعي وزوار قناة كمال لوغي الأوفية. أتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. تحية المتابعين الأحرار الوافدون جدد كذلك، نبغي نقول لكم شكرا بزاف على الثقة ديالكم، شكرا على الناس اللي كتلتحق بنا من بعد الفضائح ديال مجموعة الخير. قال لك فكأنهم يعني استفاقوا من الغيبة ديالهم، فنقول لهم مرحبا بكم، ما كاين حتى شي مشكل، عادي عادي، احنا هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه، ما بغيناش داك السب والقذف وكذا، رغم اننا من حقنا ان ندافع على راسنا لما كنتسبوا وكنتقذفوا في الاعراض ديالنا وفي الوالدين ديالنا وبزاف ديال الامور. ف قبل ما ندخل في هذا الموضوع كذلك نبغي نوجه واحد التحيه كبيره للمغرب الحرام من طنجه للقويره، الجاليه المغربيه اينما كانوا في بقاع العالم، كذلك متابعينا من دول الوطن العربي والاسلامي، ونتمنى دائما نكونوا عند حسن ظنكم. وقبل ما ندخل في الموضوع نتمنى الى عجبك لا فيديو او لا عجبتك القناه فاشترك في القناه، وكذلك فعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، كذلك اللايكات ديالكم والبارطاج، وكما عاهدتمونا الحقيقه في الدقيقه ما كاينش هذيك نبقاو نكذبوا على الناس او لا الاعتبارات، المهم ما عرفتش، المهم ما عليناش. بزاف ديال الناس خرجوا كلشي كيتكلم، قلوش كانت هناك جلسه ما بين المحامي ديال قلوش والمحامي ديال صعصع الكسول، حقا قلوش ولا كيزاوق في الكسول، قلوش ولا كيدير، كاين تنازلات، كاين كذا، اكيد كاين مباشرات كنطلعوا فيهم، قلنا لكم ما كاينش التنازل، ما كاينش هذا الشيء، هذا الشيء من صنع الخيال ديال بعض القنوات اللي ملي كيتساليهم المواضيع عوض ما يدخلوا في شي موضوع، اولا لانهم ما عندهمش الحصري، اولا لان المشاهده طايحه، فهما كيتوهموا اولا كيوهموا راسهم بشي كذبه، سواء لا على جمال لا على السرباي لا على العوله. المهم ضروري شي واحد غادي يكون في المرمى ديالهم وغادي يخرجوا غيبداو يحطوا من راسهم، وراكم عارفين. المهم الخوت الصاك فين هو الصاك السربي؟ فين هو الصاك؟ فين درتي الصاك؟ جبد الصاك؟ اش من صاك؟ يعني الناس كتطلع كتعطي معطيات ما كاملاش. فين هو الصاك؟ اش من صاك؟ انا براسي ما عارف الصاك، انا وليت نقول لهم صافي دابا نجيب لكم الصاك، خصني نقلب على الصاك، خصني. ولكن اللي كيعجبني بزاف هو الثقه ديال المتابعين ديالنا فينا لواحد الدرجه ما تصورش الخوت، وهذا الشيء كيزيدنا فخر على فخر، لانهم ناس كيشوفوك غير من وراء الشاشه او لا غير من الكاميرا، يعني من وراء الكاميرا ديال الهاتف، فانهم كيتيقوا فيك رغم انهم ما عاشروكش، ما عارفينكش كيفاش داير، ما كيعرفوش الكواليس ديالك، الا البعض اللي عارف الكواليس اللي ريحتي معاه او لا جلس معاك او لا كان لنا فرصه ديال اللقاء. ما عليناش الصاك كما قلت لكم، فين هو الصاك السرباي؟ فين درتي الصاك؟ جبد الصاك؟ اين صاك؟ هما براسهم ما عارفينش رغم انهم كيكحلوها، لان هاد القضيه ديال الصاك اللي تكلموا عليها مثلا كيقول لك ان الصاك الكسول هو اللي نساه، وهاد الصاك فيه شي حاجه ممنوعه، والسرباي سرقوا باعوا القلاليش وكذا، كان السلطات ما كاينينش في البلاد، يعني احنا عايشين في غابه، اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها. هاد الناس اولا كيسيئوا للبلاد، هاد القنوات اللي كيعتبروا راسهم قنوات رغم انهم انا بالنسبه ليا مرتزقه، وكاين بعض منهم ما كنبغيش نجاوبو، علاش؟ لانه هو الهدف ديالو انك تعاطى معاه وتجاوبو وتزيد تجاوبو باش يطلع المشاهده، لانه مسكين يا اما كيكون بلي ما عندوش باش يشري البليه، يا اما كتكون ضربه الحزقه بهذا المفهوم والتسميح، يعني خصو يدبر على راسو، يا اما والغريب في الامر كيكونوا عايشين في اوروبا، الغريب في الامر كيكونوا عايش. انا اللي ما بغاش يتفهم ليا شنو هو الهدف انني نمشي لاوروبا، يعني الا ما كنتش غادي نخدم بكتافي ونضرب تماره انني نمشي لاوروبا باش ندير قناه باش نبقى نضرب في الناس ونبقى نوهم الناس هنا في المغرب انني عارف وعارف وعارف. كاين بعض القنوات اللي كيوهموا المتابعين انهم عندهم نفوذ
وانهم تيجيبوا لهم الاخبار وانهم عنده عمو في كذا، عنده خالته في كذا. خاصكم تعرفوا داك المغرب اللي كنتو كتعرفوا انتهى، انتم اصلا كدوزوا في البلاد غير واحد الشهر ولا شهرين وكدوزوها انتم شدكم الخلعه. فهمتي؟ انا نقول لكم الخلعه ديالاش، لان خاصني نرجع، غنرجع لكذا، غنرجع يعني هنا كنهضر ما كنعممش، كنهضر على بعض القنوات شدكم الخلعه. فوقاش غادي نرجع؟ ما خصنيش نصور هنا في المغرب، غادي يشوفوني غادي يديروا ليا. ولا لاحظتوا بزاف القنوات كيدخلوا للمغرب ما كيصوروش، ما كيصوروش، ما كتعرفهمش واش دخلوا ولا ما دخلوش. فهمتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا شنو غادي ندخل ندير في بلادي اللي ماكش غنستمتع ونصور ونبين المتابعين ديالي فين انا والجماليه ديال البلاد بما تزخر به من طبيعه ومآثر وبزاف ديال الحوايج ما عليناش. فما قضتش لهم هذه القضيه ديال الصك، لان اصلا من وهم يعني، اولا جابوها من صنع الخيال ديالهم. فالان دازوا على انهم يصنعوا واحد الحاجه اخرى بالنسبه للجمال، اولا قيلوش كما تيقولوا لهما، قيلوش المحامي ديالو تلاقى مع المحامي ديال صعصع الكسول، مع العلم ان الكسول عاد دار محامي مؤخرا، خصكم تعرفوا هذه القضيه هذه. تلاقى مع المحامي ديال كسول وحكا، كانت واحد جلسه صلح وهذا الشيء ما في علمش الجمال. انا ما عمري شفت شي محامي غادي يدير واحد الخطوه ديال الصلح وهو اصلا ما هضرش مع جمال. يكون في علمكم ان داك المحامي تنعرفو حتى انا وجلسنا كاملين في البيرو ديالو، وجمال لما قال انا ما كيعرفو حتى شي واحد، فعلا ما كيعرفو حتى شي واحد. لما كنقول ما كيعرفو حتى شي واحد يعني ما كيعرفو حتى شي واحد مواقع التواصل الاجتماعي. اما في الواقع اكيد راه ما غتعرفوش الا نهار غادي يكون التقديم اولى الجلسه. اوكي، نهار غادي يكون التقديم اولى غادي تكون شي جلسه. فانا ما فهمتش كيفاش نتوما عرفتوا هذا المحامي، رغم ان يعني ما عمر جمال صرح به، ما عمر حنا تكلمنا عليه اولى عطينا معلومات عليه، ما فهمتش. ثانيا اللي اثار استغرابي مره اخرى الخوت، يعني انا غير كنحلل وانتم قولوا، وحنا راه عايشين في حنا اللي كنكونوا مع جمال وعارفين، ولو كان شي صلح اولا شي حاجه غادي نطلع نقولها لكم، وهذا الشيء ما كاينش. من الاخر غادي نقولها، الحسنيه لا تقبل اي صلح مع اي طرف. شتي جمال ممكن متسامح في بعض الاحيان مثلا مع بعض القنوات، كنقول بعض القنوات متسامح مع بعض القنوات، لان كاين بعض الحرافيش كيطلعوا كيبداو انهم يؤولوا كلامك اولا كيديروا في شي مقطع وبدا تيقول لك شوف وما تيحطش المقطع كامل. فلهذا الحسنيه رافضه رافضه تاما اي صلح، قال لك اي واحد نهبط معاه انا. اوكي، الحسنيه كتقول لك انا نهبط مع بنادم، ما كاينش هذاك الصلح، نهبطوا يا اما ناخذ حقي سالينا. بتشق توهموا الناس حقا ما حقا، كاين واحد التنازل، كانت واحد الجلسه، كان ما يمكنش تكون شي جلسه بدون علم القلاليش. اوكي، ما يمكنش المحامي يدير شي حاجه من راسو، لان شكون اللي كيدفع ليه الاتعاب؟ قيلوش جمال هو اللي كيدفع ليه الاتعاب، وهو اللي كيقول ليه شنو بغيت شنو بغيت شنو بغيت وها كيفاش بغيت وحقي بغيت ناخدو. فكيفاش واحد محامي كيتخلص، اوكي، كيتخلص من واحد السيد اللي هو موكلو وغيجي غادي غيدير شي حاجه من يعني من تحت راسو؟ هذه وحده. ثانيا كيخرجوا غير الحرافيش ديال الكسول صعصع كيتكلموا حقا راه كانت واحد الجلسه والكسول ما بغاش، وقال علاش الكسول ديالكم او الصعصع ديالكم اللي خنافر ولاو كيهبطوا للارض من كثره الشكايات اللي عليه، تتقاطر الشكايات الى حدود الان. علاش ما خرجش وقالها وصرح بها في قناته هو وخلاكم نتوما هي الحاشيه خارجين كتكلموا وراه كاين التنازل؟ حطوا الدليل. عندكم شي دليل؟ ما عندكمش. الصاك عندكم شي دليل؟ ما عندكم. تتكلموا من فراغ، نتوما هما هذوك الكليبات اللي تكونوا في
مجموعين على شي عظم وكتبقى هاو 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 وكيبقى يزيد يلح لكم العظومه. يعني شي حاجه اللي هي عندها 100 بيت ما كتعطيهاش لكم. وحتى انه يطلع واحد يقول لكم ما تبقاوش تكلموا عليا عطوني شبر اتساع ورغم ذلك ما زلتم تطبلون له. فشوف الخوت الفيرما ماشي ديال جمال، رغم ان جمال تصور فيها تيحرط فيها تيدير فيها اللي بغى، انا كنمشي ليها كندير تنصور تما مثلا نهار كنبغي نصور بروفيسور اي واحد من اصدقاء جمال كيمشي تما كيصور كيديروا فيها اللي بغاو، ولكن راه ماشي ديالو ديال واحد سيد، ولكن هو داك السيد عزيز عليه جمال عزيز عليه الحسنية قال لهم ديروا اللي بغيتوا كلشي ديالكم. والله الا غباؤكم يدرس، اغبياء من كثر الكره ديالكم الشديد لنا كل مره كطيحوا على شي واحد باطل كل مره ما كتلقاو ما ديروا، ولات الخدمه ديالكم هي القلاليش السرباي جمال بروفيسور كيسحروا في الفيرما كيديروا. هذا اللي شوشو هذا اللي غيسحر قال لك راكو كان الخو خداوي كداوى راسو. الحمد لله اننا ناس قارين وعارفين ما لنا وما علينا وعندنا واحد الدرجه من الوعي، ولكن هذا الشيء اللي ما تقولوا ما تقولوا الاسترزاق بالادسنس او لا البحث عن المال صعيب الخوت باش تقنع شي واحد الا اللي عنده كرامه. وكاين بعض الناس اللي كيطلعوا كيقول لك خنافري هنا، واحد تمرمد ليه الشرف ديالو من طرف واحد الجاهل ورغم ذلك من بعد كيطبل ليه وكيصفق ليه وكيطلع بلا حيا بلا حشمه كيقول لك نفختينا. وكاين بعض الناس اللي كيتسناو دائما اننا نجاوبهم، ما يمكنش ما يمكنش نجاوب انا حوتالة استسمح نجاوبها. وكاين اللي درف الدموع وتسعى به. فاليوم ان باش يطلع الانسان يبقى يكذب على الناس الصلح مات الصلح، فهاد لا فيديو ياخذوه المتابعين اولا اللايفات ديالنا حنا اللي عندهم شك، لان المتابع من حقه يشك حتى يصل الى يقين. وفي مواقع التواصل الاجتماعي من اجل انك توصل الى اليقين لا بد من الشك، ماشي اي معلومه تسمعها انك غادي تيقها ما يمكنش. فخذوا هاد لا فيديو حتى يبقى دليل عندكم. ما كاينش الخوت شي حاجه سميتها التنازل، لان اولا كاينين اطراف بزاف متداخله في هاد الشكايات وفي هاد الموضوع هذا. الحسنيه كتقول لك ما كاينش التنازل مع اي كان، مع اي كان، ماشي غير مثلا واحد ماشي غير مع الكسول صعصع، مع اي كان ما غاديش نتنازل ليه وغادي نهبطو. كاينين الناس اللي تراجعوا، كاينين الناس ما كنهضرش على الكسول صعصع ديالكم الحرافيش، كاينين الناس اللي تراجعوا وفعلا هناك كانت هناك محاوله معنا وفعلا وعدناهم ان غادي نشوفوا، الحسنية لم تقبل، ما كتعطيكش مجال انها تقول لك لا، كتقول لك ما كاينش داك الشيء قبل ما تهضر معايا في داك الموضوع. من حقها ان هي اللي قاصات وعانات، هي كتبقى امراه وتضرب ليها في الشرف ديالها وما خلاو ما قالوا فيها. اذا كل واحد خصو يتحمل المسؤوليه. اما فيما يخص الفيرما فماشي شغل حتى شي واحد تكون ديال جمال ماشي ديالو، هذيك حياته الشخصيه فهمتي. الانسان لما يبغي يتكلم ولا ينتقد يتكلم في داك الشيء اللي كاين في اليوتيوب. اما القضيه ديال المرحومه سعاد والاتهامات والقتل وكذا لنا عوده. ولما كنقول لنا عوده بزاف الناس كيبقى يقول لك السرباي هو المخطط للقلاليش بحال انا هو اللي كنصنع الصواريخ. شوف ماشي المخطط، هما داكشي كيسمعوه يا اما من المتتبعين يا اما من بعض القنوات المواليه لنا، فماشي هو المخطط. ربما انا ما كنتسرعش لان ممكن نعرف معلومه
اولا جوج معلومات اولا ثلاثه اولا اربعه، وما نخرجش في ديك الوقيته كانها حصريه، لا نخرج في الوقت اللي غادي يكون مناسب واللي غادي يكون في الصالح ديالنا. اوكي، المهم القضيه ديال الفيرما كما قلت ماشي شغل حتى شي واحد. ايوا جمال كان كيبيع الفيرما، ما بقاش غيبيع، واش جمال تاهو كيتحكم في مول الفيرما؟ رغم ان قلوش ومول الفيرما هما واحد، قلوش وجمال هما مول هما مولين الفيرما، مشاركين فيها بجوج. فيما يخص الصلح الخوت، ما كاين لا صلح، هذا الشيء اصلا ما كاينش حتى في الكواليس، لا هضره على كنا في اكادير، كاع الناس كيشوف كنا في اكادير عند العوله، من بعد جينا كل واحد ارتاح، اللي مشى للخدمه اللي مشى للمشاغل ديالو، ها كل واحد فين مشى، ما كايناش هاد الهضره كاع. انسان كيجي كيقول لك لا راه كان واحد جلسه ما بين المحامين ولكن ما في اخبارش قيلوش، ايوا قيلوش راه ممكن من غدا يقول المحامي الا كان هادشي بصح، يقول المحامي حبس اخويا انت مبقيتيش محامي ديالي، سالت الحفله. ثانيا خصكم تشرحوا للناس علاش نتوما كتهوهاويو، انا كنت كنتسنى وما زلت في انتظار ان الكسول كبيركم انه يخرج ويصرح بها ويقول انه فعلا كان صلح وانني انا ما بغيتش وكذا وكذا وكذا. انا في انتظارك يا الكسول، لان هاد الحاشيه ديالك كيتكلموا بلسانك، مع العلم ان عارفهم غير هاو هاو. فنتمنى الميساج يكون وصل للخوت، ما كاينش هاد الشيء كاع نهائيا، وهاد لا فيديو خذوه كدليل. واتحدى اي واحد وما عمرو غادي يكون، لان الشرف ديالنا غالي بزاف، فاي واحد تسول ليه نفسه انه نبيعو شرفنا، احنا ما كنبيعوش شرفنا بحال كيما داروا بزاف ديال الناس، وكيطلعوا كيخرجوا عينيهم، فهمتوا؟ المهم نتمنى الميساج يكون وصل، شكرا لكم بزاف. هادشي ما كاينش الخوت نهائيا، هادي هضره كتبقى لابد انهم يديروا الشوشره، كل واحد شنو كيقول كاين اللي كيخرج. يعني دابا ثاني يطيحوا عندنا شي باطل، كونوا متاكدين ان جاي الباطل جاي. ها دابا يقول لكم القلاليش اولا السربي ممنوع من السفر، رغم انني انا ما عنديش فين غادي نسافر، والبرد هذا وما عنديش لاش غادي نسافر. دابا يقولوا لكم ان الطوموبيلات ديالنا شي تخربيقه شي قنبوله غينزلوها لكم ثاني، شي سلوكيه غيهبطوها عليكم. المهم لا حول ولا قوه الا بالله، هذا كان هو الفيديو ديالنا، شكرا لكم بزاف على المتابعه. انا في انتظار الكسول اللي يخرج، هو اللي يخرج يقولها في فمه، ودائما لما كيتحداكم السربي كتشدكم الرعده كما تقدوا، واخا تكونوا متاكدين من شي حاجه كتقدوش تخرجوا، كتخافوا عندك يكون شي قالب، هذا عندك يكون شي. المهم في انتظار ذلك انا معكم دائما، شكرا لكم على المتابعه، نتمنى تعطيونا اللايكات والبارطاج في هذا الفيديو ان شاء الله.